منجم الزنكي والرصاصي بتالا حمزة أميزور بولاية بجاية مورد آخر يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في التنمية الاقتصادية. هذا المشروع الذي شرع فعلياً في تجسيده سيدخل حيز الاستغلال سنة 2026، إذ يحتوي على احتياطي يفوق 34 مليون طن بفترة استغلال تقارب 30 سنة. كما يعلم الجميع، يهدف هذا المشروع إلى استغلال مكمن الزنك والرصاص من أجل تعزيز ورفع من القدرات المنجمية للبلاد وخلق قيمة مضافة لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني. المشروع الذي سيسمح بتوفير مناصب الشغل وجلب التكنولوجيا سيعزز القدرات المنجمية للبلاد وفق نظرة السلطات العليا التي تسعى إلى الاستغلال الأمثل لمقدرات البلاد وثرواتها الباطنية ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني. يسمح هذا المشروع أيضاً لضمان تمويل مصنع الزنك بغزوات بالمواد الأولية من الخام المركز لتحويله وتثمينه لتغطية الاحتياجات الوطنية، وسيتم وضع الفائض من الإنتاج في الأسواق الخارجية لجلب العملة الصعبة، وذلك نظرا لزيادة الطلب العالمي على مادة الزنك والرصاص ولأهميتها في عدة صناعات. بعد أن أكدت الفلاحة أنها قطاع يعتد به منذ بداية جائحة كورونا، دخلت الجزائر مرحلة جديدة من خلال استغلال كل الثروات الباطنية بدءا بالتنقيب عن الذهب ثم استثمارات الحديد والفوسفات وغيرها من المعادن وصولا إلى منجم الزنك والرصاص. لقد صادف هذا الحدث شهر نوفمبر المجيد، شهر الإنجازات والبطولات، إذ شهدنا قبل شهرين انطلاق مشروع بغرب البلاد لتثمين مواردنا المنجمية، واللذان دخل في الإنتاج الفعلي. يتعلق الأمر بكل من مشروع إنتاج البنتونيت بحمام بغرارة بولاية لمسان بطاقة إنتاجية تقدر 120 ألف طن سنويا، ومشروع إنتاج الكربونات دو كالسيوم بعجاز ولاية معسكر. ثروات الجزائر الباطنية كثيرة، ما يوفر مع الوتيرة المتسارعة لاستغلالها مداخل كثيرة بالعملة الصعبة، وهو ما يجعل منها خلاصا من تبعية طويلة لقطاع المحروقات.